المصري انفجارين وقعا عند فندق. هلا تركي الزبدة جهز نفسك ثلاث ساعات وبكون عندك في الخبر. أي مشتاق لك يا عمي، تذكر الفيلم اللي كلمتك عنه نزل في البحرين. يلا جهز نفسك واسمع، تراني من جد مشتاق لك يا أخي. ألو تركي. هلا والله، هلا وغلا. مين انا؟ لا لا، سريع خطافيه بس كذا. اكيد انت ونص بعد. ايوه بالضبط، هاللحظه اللي كلنا مرينا فيها، لحظة لما فلاش كاميرا تساهر تصك أم عينك. طبعا فهد الآن عايش هاللحظة الجميلة من الشهرة في سيرفرات المرور، بس خلونا نعرف فهد وش وده يسوي. فهد وده يريوس يوقف يروح لسيارة ساهر، ونوعا ما خلنا نقول يتفاهم ويصفق أم موظف ساهر لأن يعض الأرض منها يخش جو مع الفيلم من بدري. بعدها يشرطن أم اللوح عشان يبدأ يقلل المصاريف، ها لا تفرط السبحة من أولها. بعدين الأبطال والخارقين ترى يحتاجون الصملة. طبعا فهد ناسي إنه في حبة تفتيش بعد 3 كيلو، وإن المرور إلا ما يلاحظون الشرطون صدق من قال جل من لا يسهو. يا الله، رخصة الاستمارة. أبشر وملصق على اللوحات. ولا همك حنا، ولا في تفتيش ولا. طبعا الرقيب أول دائما تمر عليها الحالات، مثل سالفة نسم الكفر لدكاترة الجامعة. فهد ما يدري ان الموضوع مو بسهل، وبيقضي الليلة في التوقيف لا فيلم ولا غيره، ولا بتفيده وسطات الدنيا اصلا العالم ويكند. خلي بسكة ما عليكم منه وطعن امه. تخيل كده تطعين ادخله في المريء هنا، عرفت انت وياه يفشلني قدام عيال الحاره. الا انت شريتك. وفق قانون الغاب سالفة شطرطون ولوح ما تجمل قدام الخلق ولا تناسب جمهور العرابجة. رخوة شوي، في التوقيف ما يمشي إلا شخط ومدابج بالركب، وصرف من هالرخيص الموضوع ترى فيه إثبات رجولة. أنا إذا تسمح لي بس دقيقة، كنت ماشي في الشارع شفت السر من السر هنا أعطيته واحد قام يرجع من داخل هنا يرجع أشياء باقي عينة ثانية كانت سليمة ما فيها شيء، أعطيته الكل والكل الثاني، بعدين مسكته كذا شيله جيت وجه لوجه وركبه، والثانيه كلها بالركبه هنا بالركبه. بكمل لا يصير، انت اللي طعنت بحديده. اي انا اللي طعنه يا اخوي، انا اللي طعنه. المهم وطبقته من اكتافه. قاعدين نكلم احنا هنا، قاعدين نكلم، قاعدين تفهم ولا لا؟ يا صغر الدنيا، ويقولون صرنا 30 مليون. ابو حديده طلع خوي حمود الروح بالروح. الزبدة هجت مع خوينا، 9 طعنات 3 كسور، خلخلة الضلوع، طرطش الدمان، ها وشوية ارتجاج بسيط في المخ، هو ناتز المجزرة اللي صارت في عنبر 9. فهد ما دار انه طاح في يد حمود اكبر مجرم في الرياض، وهو الان يحتاج متبرع بالدم يعوضه كل الدم اللي خسره مع باقي خسائره المعنوية. الحمد لله بعد الاعلان في تويتر شعبنا سنايدي ويحب الفزعة خصوصا في الحوادث الدموية، وصل متبرع بالدم وهذا هو الكيس اللي بيسعف فهد بعد مشيئة الله. الدنيا دوارة.
فهد قاعد الآن يخسر دمه وبيموت قريب، وبيصلون عليه في مسجد الراجحي بكرة العصر. كأننا تحمسنا شوي في القصة صح؟ نرجع لأول مشهد. فهد لا بيسوي لا ذا ولا ذا، وبيستسلم زيه زي غيره، بيهدي شوي ويحط أغنية عبد الكريم عبد القادر، وبيفك الزعلة بعد 30 ثانية، ويفكر كيف يعدل ميزانيته اللي بيروح على أساس ينبسط فيها في البحرين. رد السيارة، رد السيارة علينا يا حلوة الأطباع، رد السيارة. والله الظاهر يا غالي اني ناسي الاثبات. والله يا فهد ايش عندك شغل طول؟ انت بحضر فيلم برجع والله ما عندي فيلم. إيه بس خلني اسالك يا ابو سعد، في واحد هنا ناسي بطاقته ويبي يحضر فيلم ها؟ يا ابو حال ما تحتاج، لا تحتاج ضابط ولا شيء، من عندك يا ابو حال مشهد؟ ضابط ما يحتاج. يا الغالي تكفى مشنا تبي تحضر فيلم؟ اي والله والله انت الفيلم كبرى ما شاء الله. بعدين وش عندك رايح البحرين؟ سينما وفتحوها توني قاري التغريده. مسحوها يا رجال، ما حضرت 5 دقائق مسحوها. الظاهر احنا بنمسحك بعد وراها. يلا يلا هناك والله الله يسلمك، خذ الديور هناك وارجع. انا ابدا ان شاء الله يسلمك. شكرا. في صوتك احد منا.